يتم تعيين ايضا المواطنات للإدارة على هذه المقاصف. فهذه المبادرة التي تقام العام السابع التوالي. نورها وروى غرسها رجل البر والعدل. نرحب بكم جميعا مرة أخرى في هذا اللقاء. نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الأعمال الإنسانية، على جهودكم الخيرة في نجاح الإدارة على هذه المقاصف. الحليم العفيفي مسؤول المشروعات الخاصة لدعم الطلبة. طارق عيسو مدرسة زايد الثان. العليا أبو غبو. كسرك شوية؟ مكسرك.